الأخوة الأعزاء من أعضاء هيئة التدريس الذين نجتمع معا في هذه الندوة التي يقيمها قسم التعليم المستمر في جامعة الكوفة، أهلا وسهلا بكم في رحاب هذه الندوة العلمية. بالبداية نتمنى لكم جميعا الصحة والسلامة والعافية ومتعلقيكم جميعا، ونحن نعيش هذه الأزمة، أزمة الوباء العالمي، والتي من خلالها كان هناك منع إلى التجول. فبالحقيقة في بداية هذا اللقاء أغتنم الفرصة ليعبر عن شكري وتقديري إلى قسم التعليم المستمر، ذلك القسم الفاعل الذي حرص رغم هذه الظروف على أن يقيم أنشطته وفعالياته، وواحدة من تلك الأنشطة هو هذه الندوة المباركة إن شاء الله. وكذلك شكري وتقديري إلى السيد مدير القسم الأستاذ هادي العارضي لدعوتي لإلقاء هذه المحاضرة التي ستكون بعنوان كيفية التعامل مع الطلبة في الأزمات. أهم العناوين أو المحاور اللي راح نطرحها معكم، راح يكون أكو عندنا تمهيد حتى ندخل إلى الموضوع. سنتحدث عن مهام الأستاذ الجامعي، وما هو الوباء أو الجائحة، وما هي الأزمة الاجتماعية وآثارها. من الممكن الوباء أو الجائحة يسبب أزمة اجتماعية للمجتمع، راح نتحدث عن هذا المصطلح وما هي الآثار اللي تترتب عليه. ثم نتحدث عن الأزمة النفسية، أحيانا الوباء أو الجائحة لا يسبب فقط أزمة اجتماعية للمجتمع ككل، وإنما قد يسبب إلى الأفراد أنفسهم أزمة نفسية وقد تترك آثارا معينة. ثم سيكون الختام نتحدث عن كيفية التعامل مع الطلبة ومع المجتمع عموما في ظل هذه الأزمة. بلا شك أنه إحنا تقريبا منذ 3 أشهر بدأ تقريبا أنه بالأخبار يصدر المشهد، هو الخبر اللي يعني دائما يكون الخبر الأول في نشرات الأخبار، وهو انتشار الوباء العالمي وهو فيروس كورونا وما يسببه من مرض قد يؤدي بالإنسان إلى الوفاة. وحقيقة بالبداية بدأ الموضوع بسيط، لكن بدأ شيئا فشيئا نتيجة كثرة الإصابات، نتيجة الوفيات اللي سبب هذا المرض، أصبحت لدينا حالة من الترقب وحالة من الخوف، وأحيانا قد وصلت حتى إلى مرحلة الهلع والرعب لدى بعض الناس وبعض المجتمعات. واللي زاد من قلق شعوب العالم مجتمعة هو عدم إيجاد لقاح أو دواء للمرض حتى الآن اللي سبب هذا الفيروس الخطير. وأحب في نفس الوقت أن أذكر معلومتين مهمات، أنه المعلومة الأولى المرض هو أول ما بدأ في الصين في مدينة ووهان، وتم اكتشاف الحالات المصابة به تقريبا في نهاية شهر كانون الأول 2019، وعندنا تاريخ مهم وهو في يوم 9/1/2020 تم الإعلان عن أول وفاة بالمرض، وأيضا كان يتم التعامل معها بأنه من الممكن أن تكون حالة أو بعض يعني جزئية أو محدودة، لكن بدأت تصاعد أعداد الوفيات إلى أن وصلنا إلى تاريخ جدا مهم، وهو تحديدا في 11 آذار في هذا العام 2020 صنفت منظمة الصحة العالمية اللي هي الـ WHO، صنفت هذا المرض بكونه جائحة، بكونه وباء عالمي، وهذا اللي
استدعى أنه العديد من شعوب العالم تعلن أو يدق جرس الإنذار لدى حكوماتها، وأيضا إحنا العراق شأننا شأن الدول الأخرى تأثرنا بهذا الوباء، وصارت أكو عندنا تسجيل إلى حالات كثيرة، والحد البارحة يعني كل إحنا نتابع أنه مثلا عدد الإصابات وصل إلى 1352، وللأسف صارت أكو عندنا حالات وفيات 76 وفاة حتى تسجيل الأمس. وأيضا المفرح أنه أكو عندنا حالات شفاء بلغت أكثر من 600 حالة. ففي الحقيقة هذا اللي صدر المشهد واللي أثر علينا. الآن يعني كتمهيد إلى الدخول إلى الموضوع، راح نتحدث عن قضية أخرى وهو مهام الأستاذ الجامعي. بلا شك أنتم تعلمون وبكونكم أساتذة جامعة بأن التعليم الجامعي له دور جدا كبير في تطوير المجتمع، في تنمية المجتمع، في حل مشكلات المجتمع، والتعليم الجامعي يساهم في تخريج الكوادر البشرية اللي راح يكون لها دور قيادي ودور مهني في خدمة المجتمع. لذلك الجامعة هي عبارة عن مصنع إلى العقول، وهي تقوم بعملية إعداد الطلبة في مختلف كلياتهم في مختلف تخصصاتهم إعدادا علميا. وحيث أنه نحن في الجامعة نتعامل مع الإنسان ونقوم بعملية إعداد هذا الإنسان، فهناك تركيز على الجانب الأخلاقي في عملية إعداد الطالب الجامعي أو طلبة الجامعة. لذلك من الممكن إذا صح التعبير أن نعبر عن الجامعة بكونها عبارة عن مؤسسة أخلاقية بالدرجة الأساس، قبل أن تكون مؤسسة علمية أو قبل أن تكون أي عنوان آخر. لذلك نحن في الجامعة نهتم بعملية البناء العلمي والأخلاقي للطلبة. في نفس الوقت من الممكن يعني أن نحصر مهام الأستاذ الجامعي في خمسة جوانب مهمة، يعني وقد تتفرع عن هذه الجوانب الخمسة جوانب أخرى. الأستاذ الجامعي في البداية هو يتخصص في علم معين، في حقل من حقول المعرفة. في نفس الوقت هو يؤدي مهام تدريسية، فهو يمارس مهنة التدريس. هو يقوم بعملية البحث العلمي، هو يقوم بإجراء بحوث علمية ويعمل على إيجاد حل للمشكلات العلمية. نتيجة الدور اللي يقوم به في الجامعة هو أيضا يقوم بعمليات الإرشاد النفسي والتوجيه التربوي، وهذا اللي قلنا عليه قبل شوية الجانب الأخلاقي. كذلك الأستاذ الجامعي من الممكن أن يقوم بمهمات إدارية، وهنا هناك تركيز على البعد التنظيمي لدى الأستاذ الجامعي. هذه الأدوار الخمسة اللي يقوم بها الأستاذ الجامعي واللي قلت أنه تتفرع منها مهام أخرى فرعية، لكن هنا بني أهم المهام الخمس. من الممكن أنه الأستاذ الجامعي حيث أنه يتخصص بمجال أو حقل معين من حقول المعرفة، من الممكن أن نعبر عنه بأنه هو عالم في مجال الاختصاص، لأنه يبحث ويطلع ويقرأ، وقد يصل حتى إلى مرحلة الكتابة، وقد يقدم اطروحات علمية، قد يقدم نظرية علمية إلى آخره. فمن الممكن أنه نعبر عنه بأنه هو عالم في مجال الاختصاص، هاي واحدة من مهماته. المهمة الأخرى الأستاذ الجامعي حيث أنه يمارس مهنة التدريس، ومهنة التدريس فيها جوانب فنية، فيها جوانب أدائية، فهو مرسل جيد، هو متمكن من مهارات التدريس، هو يجب أن تكون لديه مهارات التواصل مع الآخرين وخصوصا الطلبة. إذن المهمة الأخرى هو مهمته أن يكون مرسلا جيدا. كذلك
حيث أنه يهتم بالبحث العلمي ويمارس عملية البحث العلمي في حقل الاختصاص، فهو المهمة الأخرى هو مهمته كباحث علمي، هو متمكن من مهارات البحث العلمي ويستطيع أن يوظفها في حل المشكلات. المهمة الأخرى واللي تحرص عليها الجامعات خصوصا في العقود الأخيرة وهي مهمة الإرشاد، فهو واحدة من مهماته وأدواره أن يكون مرشدا ويتمتع بأخلاق عالية. كذلك من الممكن أن يكون مديرا، هو يتمتع بقدرة عالية على الإدارة، وأبسط مصاديق إدارته حينما يقوم بإدارة قاعة الدرس، إدارته إلى قاعة الدرس هي واحدة من مهماته كمدير، ومن الممكن أن يكون مديرا إلى القاعة الامتحانية، ومن الممكن أن يكون مسؤولا ومديرا على زملائه من خلال اللجان وغيرها، كلها تدخل ضمن مهمات الأستاذ الجامعي. إذن من الممكن أن نلخص أهم مهماته: هو عالم في مجال الاختصاص، هو مرسل جيد، هو باحث علمي، هو مرشد ومدير. وهذا الدور اللي كونه مرشد هو اللي يقع على عاتقه أن تكون لديه أساليب تعامل جيدة مع الطلبة، ويجب أن تكون علاقته علاقة طيبة مع الطلبة، وعلى الأقل أن تكون لديه شعبية وأن يكون محبوبا. ولذلك علاقته الجيدة مع الطلبة من الممكن أن يتعمق لدى الطلبة الشعور بالأمان والطمأنينة، ومن الممكن أنه يكون محل ثقة لدى الطلبة. وفي الحقيقة من أهم مظاهر هذه العلاقة أنه هو يتقبل الطلبة كطلبة له، وبنفس الوقت الطلبة يتقبلوه كأستاذ لهم. لذلك ينبغي عليه أن يقوم بعملية التواصل والتفاعل مع الطلبة، ويظهر التعاطف والود والاحترام لهم، وفي نفس الوقت عليه أن يقدم الدعم والتشجيع لهم. هذا احنا نتحدث في كل الأوقات. زين، كيف وإذا الطلبة والمجتمع بأسره يعيش أزمة لمرض وتفشي مرض معين، فبالتالي راح يكون الدور مالته في هذه المرحلة أو في هذه الفترة يكون الدور يعني أهم وأكثر. الآن ننتقل إلى ما هو الوباء أو الجائحة. الجائحة هي عبارة عن وباء، وهذا الوباء هو ينتشر على نطاق شديد الاتساع، ومن الممكن أن يتجاوز الحدود الدولية، ويؤثر على عدد كبير من الأفراد، وقد تكون تأثيرات الجائحة أو الأوبئة قد تكون تأثيراتها على الإنسان وعلى البيئة وحتى على الكائنات الحية من حيوانات وغيرها. العادة يعني بالاصطلاح العلمي ما ممكن نصنف المرض على كونه جائحة إلا إذا كان المرض معديا. فمثلا على سبيل المثال مرض السرطان هو مرض يسبب الوفيات ومرض قاتل، لكن هو لا يعبر عنه بكونه جائحة أو وباء، لأنه مرض ليس معدي. فعادة المرض الذي يصنف بكونه وباء أو جائحة هو المرض الذي يتم انتقاله من الأفراد، وعندنا الآن حديثنا عن وباء كورونا اللي هو تم انتقاله من الحيوان إلى الإنسان، ومن ثم من يعني من الإنسان إلى الآخرين وإلى الأفراد. الآن ننتقل إلى ما هي الأزمة الاجتماعية. من الممكن الوباء، وهذا أمر جدا طبيعي لما يكون أكو تهديد للحياة وتهديد على صحة الأفراد، من الممكن أنه الوباء أو الجائحة تسبب أزمة اجتماعية. إحنا عادة بالإصطلاح نعرف الأزمة الاجتماعية بأنها حدث مفاجئ غير متوقع يؤدي إلى اضطرابات نفسية واجتماعية بين أفراد المجتمع، وقد تكون لهذه الأزمة الاجتماعية نتيجة الوباء أو نتيجة يعني الآن إحنا مثالنا الوباء، لكن أحيانا قد تكون الأزمة الاجتماعية قد تكون بسبب فيضان كبير مثلا، أو بسبب زلزال مثلا، أو بسبب إعصار كما يحدث في بعض البلدان اللي تكون قريبة من المحيطات،
ومن البحار. كذلك من الممكن تكون عندنا يعني الانفجار، البراكين وغير هذا كله يسبب أزمات اجتماعية، ومن الممكن أن تكون للأزمة الاجتماعية آثار على المجتمع، قسم منها آثار اقتصادية، قسم منها آثار اجتماعية، قسم منها آثار صحية، قسم منها آثار دينية نفسية إلى آخره. الآن لو نأتي إلى الفرد بمعزل عن المجتمع، ما هي يعني ما هو الأثر اللي ممكن يسبب الوباء أو الجائحة؟ من الممكن أن تكون هناك أزمة نفسية لدى كل فرد من أفراد المجتمع. من الممكن أن الوباء أو الجائحة يحدث أزمة نفسية لدى الأفراد. راح نتعرف عن ماذا نعني بالأزمة النفسية وما هي الآثار اللي سببها. الأزمة النفسية احنا عادة بالاصطلاح نعرفها بأنها هي عبارة عن ضغوط نفسية يعيشها الإنسان تأثر على حالته النفسية، وشيئا فشيئا قد تتحول إلى صعوبات تواجه الفرد، مما تحد من أساليبه وقدرته على التكيف، وبالتالي قد تعيقه من تحقيق أهدافه، يعني قد تكون تسبب له حتى إعاقة من أن يحقق أهدافه. ومثالنا الآن طلبتنا كان واحدة من أهدافهم أن يستمرون بالدوام وينجزون العام الدراسي، لكن هذه الجائحة أو هذا الوباء يعني استطاع أن يوقف هذا الشيء ويخليهم جالسين في بيوتهم، والآن هناك توجه لدى عدد كبير منهم إن شاء الله لمواصلة الدراسة والتغلب على هذا المعيق. ما هي الآثار النفسية للأزمة؟ قد أكو بعض الأشخاص يستطيعون أن يتغلبون على الأزمة، لكن بعض الأفراد، وهذا يرجع إلى القدرات النفسية اللي يمتلكها كل شخص، من الممكن أن يسبب الارتباك، ومن الممكن أن يسبب القلق والتوتر، وأحيانا قد تصل إلى عدم التوازن. وفي مراحل متقدمة للأزمة النفسية إذا اشتدت من الممكن أن يسبب الصدمة، وهذا اللي إن شاء الله طموحنا أن ما يصلوا له الأفراد وما يصلون إلى هذه المرحلة اللي هي مرحلة الصدمة. طبعا تأثير وشدة الحدث أو الأزمة النفسية تبدأ بضغط نفسي، والضغط النفسي يسبب الأزمة، ومن الممكن أن نصل إلى مرحلة الصدمة. لكن إن شاء الله احنا نحاول نبقى فقط بمرحلة الضغط النفسي، ولا نصل يعني لا يصلون الأفراد إلى مستوى الأزمة أو الصدمة. ما هي التأثيرات أو ما هي الاستجابات التي ممكن أن يستجيبوا لها الأفراد والناس عموما إلى هذا الضغط النفسي أو الأزمة؟ أكو بعض الأفراد، وهاي الناحية الإيجابية الممتازة، أنه عندهم قدرة على التحمل، يتحملون مهما تكون الأزمة أو مهما يكون الخطر محدق، بس هم عندهم قدرة على الاتزان وعلى ضبط النفس، وتكون عندهم جانب يعني قوة شخصية، قوة نفسية تجعلهم يتحملون هذه الضغوط. كذلك البعض من الممكن أن نصيبه حالات الحزن، البعض من الممكن من الأفراد أن نصيبه حالات من العصبية ويكون متوتر ومتشنج عاطفيا أو نفسيا. بعض الأشخاص من الممكن أن نصير عنده حالات الخوف، وقد الخوف البسيط قد يكون أيضا مقبول، لكن أحيانا قد تصل إلى مرحلة متقدمة من الخوف اللي هي حالة الهلع، وهي حالة جدا خطيرة وقد تسبب آثار نفسية خطيرة على الفرد نفسه. أيضا بعض الأشخاص من الممكن أن يستجيب إلى الضغط النفسي أو الأزمة النفسية بأن يكون يميل دائما إلى أن يكون عصبيا أو غاضبا. بعض الأشخاص من الممكن أن يصير عنده هستيريا، والهستيريا قد يعني حالة نفسية قد تسبب يعني فقدان للوعي أحيانا في مديات متقدمة، أو أحيانا ضعف الشهية، أو حتى تسبب له العزلة. بعض الأشخاص يستجيب إلى الضغط النفسي بالعدوانية، من الممكن تكون عنده عدوانية تجاه الآخرين، وحتى قد تكون أكو عنده عدوانية تجاه أفراد عائلته مثلا. وقلنا بأنه في مراحل متقدمة من الممكن أن يسبب الصدمة النفسية، واللي طموحنا إن شاء الله ما يصلون الأفراد إلى هذا المستوى. الآن
أكو عندنا تساؤل أنه لماذا يتحمل أساتذة الجامعة دورا هاما في هذه الأزمة؟ يعني لماذا تتجه الأنظار دائما إلى أساتذة الجامعة في حل هذه المشكلة أو في مواجهة هذه الأزمة؟ ونلاحظ الآن أنه العديد من الفضائيات بدأت تستقطب أو يعني تكون أكو عندها لقاءات مع الباحثين العلميين، مع أساتذة الجامعة، مع النخب المثقفة، لأنه ما هو دوركم في هذه الأزمة؟ طبعا أساتذة الجامعة سواء شاءوا أم لم يشاءوا يتحملون دورا هاما في هذه الأزمة من خلال بث الوعي والثقافة، لأن هم أكثر طبقة اجتماعية يتمتعون بمستوى عالي من وعي وثقافة في المجتمع، لذلك عليهم أن يمارسون أدوارهم في التوعية وتثقيف المجتمع. الآن ما هي أدوار الأستاذ الجامعي وكيف يستطيع أن يتعامل مع الطلبة في ظل هذه الأزمة؟ الحقيقة النقطة المهمة واللي يعني حتى التعليمات الوزارية اللي تلقيناها وتبليغات الجامعة والسادة العمداء ورؤساء الأقسام كلها تركز على أنه نحث طلبتنا على مواصلة الدراسة والتعلم من خلال وسائل التعليم الإلكتروني وتقنيات التعليم الإلكتروني. حقيقة أحب أنوه إلى نقطة أنه إحنا الحمد لله يعني الآن نعيش هذا العصر اللي هو عصر الإنترنت وعصر الاتصالات، ولعله إحنا نحسد يعني من قبل الماضين. يعني هسه لو قبل 30-40 سنة يعني الموجودين الآن يعني ينظروننا إحنا يعني يحسدوننا، يعني حتى الباحثين العلماء قبل 30-40 سنة لو واللي يعني ماتوا وراحوا يعني ممكن انه يحسدوننا على هاي النعمه اللي موجوده عندنا، انه اكو عندنا وسائل اتصال الكترونيه ومن الممكن ان احنا نتواصل ويا طلبتنا ونلبي خدمات تعليميه وممكن نقدم لهم خدمات تعليميه. وبالحقيقه الان احنا نلاحظ مثلا على مستوى جامعتنا جامعه الكوفه وحتى الجامعات العراقيه الاخرى بدات يعني العديد من اساتذتها يستخدمون التطبيقات المختلفه مثل تطبيق المودل، وهو تطبيق موجود في جامعه الكوفه وهناك نسبه كبيره من اساتذه الجامعه يستخدمون هذا التطبيق. كذلك من الممكن اكو عندنا تطبيقات اخرى مثل تطبيق جوجل كلاس روم، وهذا تطبيق موجود مجاني وموجود على الجوجل من الممكن ان يستخدمه الطالب والاستاذ. كذلك اكو عندنا تطبيق الزوم، اكو بعض الاساتذه الان بدا حتى يفعل التطبيقات مال التواصل الاجتماعي، التواصل مثلا عن طريق التليجرام او عن طريق الواتساب. وعندنا اكو بعض الاساتذه ايضا فعل صفحته مال اليوتيوب وبدا ينشر تسجيلات فيديويه الى طلابه لمحاضراته، واكو بعض حتى بدا يقدم يعني نصائح وإرشادات للتغلب على هذه الأزمة. كيف نستطيع التعامل مع الطلبة والمجتمع من خلال نقاط أخرى غير قضية الحرص على التعليم الإلكتروني؟ أولا علينا أن نستفيد من مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى الأستاذ الجامعي أن يستفيد من مواقع التواصل الاجتماعي في رفع حالة الوعي الصحي للطلبة والمجتمع. انتم تعرفون بأنه احنا لازال للأسف حالة الوعي الصحي للمجتمع هي ليس بالمستوى المطلوب، فعلينا أن نوعي المجتمع وخصوصا طلابنا باعتبار أنه احنا على احتكاك وياهم بقضية الوعي الصحي، أن يكون واعين صحيا. وأنا أحب أن أدعم محاضرتي بأنه أحد أساتذة الجامعة وما راح أذكر اسمه طبعا مو هو هذا بس كمثال،
العديد من أساتذة الجامعة انبروا من خلال صفحاتهم في الفيسبوك يعني الصفحات الأخرى للتواصل الاجتماعي، انبروا بأنه تكون لهم إرشادات صحية وتوعية صحية، وحتى المنشورات اللي نزلوها كانت لها نسب من المشاركة ونسب من التعليق والمشاهدة الكبيرة. راح أخذ مثال، أنه عندنا واحد من أساتذة الجامعة نزل مقطع صوتي قصير، أنا راح الآن أسمعكم إياه، هو يتحدث عن بعض الإرشادات الصحية للمجتمع، فراح نسمعه سوية، وهذا كمثال على أنه شلون نقدر نوظف وسائل التواصل الاجتماعي، فلنسمع معا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، يا أبناء مدينة النجف الأشرف، يا أبناء العراق بكل المسميات وأينما تكونوا، أيها الشباب، نرجوكم جميعا ألا تخرجوا من المنازل نهائيا وفي هذا الأسبوع بصورة خاصة، لأن هذا الأسبوع هو الثالث من فترة حضانة الفيروس، والذي يعتبر أخطر أسبوع لأنه ينتشر فيه الفيروس بشكل سريع جدا. امتنع وامنع عائلتك من الخروج بشكل نهائي من البيت إلا للضرورة، ويجب أن تكون لابس الكمامة والكفوف، وامتنع منعا باتا من لمس أي شيء، ويكون معكم دائما المطهرات والمعقمات. وأما الناس الكبيرة في السن والأطفال فهم محظورين من الخروج بشكل نهائي وممنوع التجمعات. أيها الأخوة والأخوات، الموضوع خطير جدا وكبير جدا، فيجب علينا الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات الصحية والطبية لتفادي هذا الموضوع ولتخطي هذه الأزمة الخطيرة. حفظكم الله جميعا وعوائلكم من هذا الوباء الخطير، وحفظ بلدنا العزيز، إنه نعم المولى ونعم النصير، والسلام عليكم. هذا اللي سمعتكم إياه، هذا مثال إلى كيف استطاع أحد أساتذة الجامعة أن يوظف مواقع التواصل الاجتماعي في رفع حالة الوعي الصحي للمجتمع. كذلك من الممكن أنه إحنا نمارس دورنا بنشر ثقافة العمل التطوعي والحث على مساعدة الآخرين. العديد من قطاعات المجتمع قد ما عندهم فرص عمل لأنه بسبب منع التجول، وصاحب أصحاب الأعمال الحرة اللي عايشين على كسبة على قد يومهم، هذا أيضا يعني يفترض أن يكون لنا دور في هذا الجانب. كذلك الأستاذ الجامعي عليه أن يعمل على إبراز الجوانب الإيجابية، كذلك أن لا يضخم السلبيات، لأنه المجتمع إذا تكاتف يستطيع أن يجتاز هذه الأزمة. إحنا في كل ظاهرة اجتماعية هناك جوانب إيجابية وهناك جوانب سلبية، لماذا نركز على الجوانب السلبية؟ علينا أيضا أن نبرز الجوانب الإيجابية. كذلك وهي نقطة جدا مهمة، على الأستاذ الجامعي أن يحث المجتمع وخصوصا طلبته اللي يلتقي بهم ويتواصل وياهم على أن يلتزموا بتعليمات الجهات المختصة. الجهات المختصة الآن قاعد حقيقة تمارس دور مشرف في التصدي إلى هذا الوباء، علينا أيضا أن ندعو إلى الالتزام بتعليمات الجهات المختصة وخصوصا خلية الأزمة. أيضا علينا أن نمارس دورنا بالإبلاغ عن كل ما يمكن أن يسبب انتشار الوباء. والملفت للنظر أنه العديد من الأساتذة أيضا صوروا بعض المقاطع أو بعض الصور لتجمعات، وبدأوا ينشرون بصفحاتهم وأيضا يثقفون على أنه هذا العمل مو صحيح، أنه تكون أكو عندنا تجمعات بهذا الشكل، لأنه قد تكون هنا هذه أسباب إلى العدوى. كذلك علينا أن نبث روح الأمل والتفاؤل في نفوس الطلبة والمجتمع. إحنا دورنا أن دائما تكون أكو عندنا تشجيع للطلبة للتغلب على هذه الأزمة، يعني أنا مو أثبط المعنويات، أنا بالعكس أرفع معنوياتهم، أقول لهم هاي أزمة ممكن تعدي وممكن نتجاوزها، وإحنا خصوصا العراقيين مرت علينا أزمات كثيرة
يعني الحصار والحروب، ويعني أزمة داعش تغلبنا عليها، فما قيمة هذه الأزمة مقارنة بالأزمات السابقة؟ علينا أن نبث روح الأمل والتفاؤل. كذلك علينا أن نرشد الطلبة والمجتمع إلى الالتزام بالإرشادات الطبية. العديد من الأطباء حقيقة مشكورين أيضا بدأوا يوعون ويثقفون من خلال صفحاتهم، من خلال الإعلام. علينا أن نرشد الطلبة إلى أن يلتزموا بهذه الإرشادات. أيضا علينا أن نبث الوعي الصحي بضرورة المحافظة على النظافة، وقضية مسألة التعقيم ومسألة غسل الأيدي وعدم لمس الوجه أو مناطق الأنف والفم وغيرها، خصوصا لما نكون احنا خارج المنزل أثناء العودة، علينا أن نحرص بهذا الجانب. كذلك علينا أن نرشد الطلبة ونوجههم نحو دعم الفرق الطبية والأفراد العاملين بالقطاع الأمني، القطاع الأمني والخدمي الحقيقة، اللي هم الآن يعتبرون يعني الخط الأول لمواجهة هذا المرض أو مواجهة هذا الفيروس أو مواجهة هذا الخطر. علينا أن نقدم الدعم لهم. وفد شيء لطيف أنه نلاحظ بصفحات الأساتذة دائما ينشرون شكر وتقدير واحترام إلى هؤلاء الفرق الطبية. علينا أيضا أن نرشد المجتمع إحنا كأساتذة إلى ضرورة اليقظة والوعي، وعلينا أن ندعو المجتمع إلى التحلي بالانضباط المطلق والتفهم لعمل الأجهزة الأمنية. يعني هم لما خلوا سيطرة ومنعوا التجول ومنعوا الخروج من الحي، إحنا علينا أن نحترم هذا الإجراء وندعو الآخرين إلى احترامه. وكذلك الأجهزة الصحية لما يكون أكو تبليغ أو يكون أكو خبر عن وجود عائلة مصابة، وشلون تجي مثلا الفرق الصحية وتحاول تنقل العائلة أو الأشخاص المصابين إلى الحجر الصحي، علينا أن نوعي بأن هذا الإجراء جدا طبيعي جدا سليم، وهو ليس غرض الانتقام وليس غرض التشهير أو ليس غرض الانتقاص، وإنما غرض الحفاظ على حياتهم. كذلك علينا أن نواجه ظاهرة الإشاعات اللي تأثر على تلاحم المجتمع. احنا للأسف الآن بدأنا نسمع العديد من الإشاعات واللي قد تكون ما لها صحة، وبعض قد يبالغ بالإشاعات، انه مثلا سمعنا قبل مدة انه مثلا اكو ظاهرة انه صار يعني انه على اساس اكو من الممكن ان يكون هناك يقترب كوكب او نجم من الأرض، وهذا الكوكب أو النجم من الممكن أن يسبب فيضان، والفيضان يكون جدا هائل وقد تتعرض المدن جميعها إلى الغرق وغيرها. هاي كلها يدخل يعني ضمن ظاهرة الإشاعات. علينا أن يعني ما نستجيب إلها، ويكون إن دور في توعية المجتمع. العفو أستاذ هادي، ايش قد بعد عندي وقت؟ ألو أستاذ هادي تسمعني؟ نعم دكتور اسمعك. باقي ايش قد عندي وقت؟ 5 دقائق؟ عندك 10 دقائق. عندي 10 دقائق، ماشي. اذا موضوع ظاهرة الاشاعات اللي تأثر على تلاحم المجتمع، الاستاذ الجامعي عليه ان يمارس دوره في التصدي الى هذه الظاهرة. وأيضا الحقيقة يؤلمنا قبل مدة أنه مثلا أكو مقطع تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي يتحدث عن أنه مثلا حدثت مجاعة مثلا في مدينة النجف، وهذه كلها تدخل ضمن الإشاعات. فالأستاذ الجامعي عليه أن يمارس دوره في التصدي إلى الإشاعات، ومن خلال اتصاله مع الطلبة، وأيضا يحث الطلبة على أن يمارسوا دورهم، لأنه الطلبة أيضا يعني هم لديهم مستوى من الثقافة جيد، لديهم مستوى وعي جيد. علينا أن نرشدهم وعدم نقل المعلومة. للأسف هي الإشاعة شلون تنتقل؟ لأنه قبل التحري عن مصداقيتها، وإذا رأسا بدأت تنتقل وبدأت تشيع. يعني شلون مثلا خبر أنه المنطقة الفلانية اكتشفوا أنه بلوك كامل مصابين بمرض الكورونا، والآن طوقوا الحي، والآن اجت السلطات وبدأوا ياخذون الوادم، أو مثلا أنه ماكو
منو قال انه فقط الحجر موجود هنا؟ اجروا فنادق، والان فنادق المدينه القديمه كلها مليئه بالمصابين، واحد ينشر له فد صوره معينه ويتداولها، وقد تكون الصوره اصلا هي ما موجوده اصلا بالمحافظه، او قد تكون الصوره اصلا هي ما موجوده بالعراق. فعلينا ايضا ان نمارس دورنا في التصدي الى هذه الظاهره. كذلك على الاستاذ الجامعي ان يظهر استنكاره لحالات قد تكون حالات الجشع والاستغلال لدى بعض التجار للمواد الاساسيه الاستهلاكيه، يعني بحكم احتكاكه مع المجتمع من الممكن ان تكون اكو عندنا حالات وان كانت يعني جزئيه. على الاستاذ الجامعي ان يظهر استنكاره، وانا ارجع واقول من خلال صفحاته على مواقع التواصل ومن خلال الجروبات والتواصل مع الطلبة في هذا الجانب. واحب انوه الى انه ايضا عملية احتكار الدواء، يعني احنا لمسنا انه مثلا اول ما صارت الازمة انه بدأت الكمامات وبدأت المعقمات، وحتى صار اكو عندنا ظاهرة غش صناعي مثلا بالتعقيم او المعقمات وغيرها. ايضا الاستاذ الجامعي ايضا ان يمارس دوره ويظهر استنكاره ويوعي المجتمع ويثقفه للابتعاد عن هذه الظاهرة السلبية. ايضا للأسف في ظل هذه الظاهرة او أزمة الوباء، للأسف بدأ يشيع أو بدأ يظهر عندنا التفكير الخرافي لدى بعض الأفراد، والتفكير الخرافي هو نوع من التفكير اللي للأسف هو تفكير غير علمي، وتفكير يبتعد عن اتباع يعني يعتمد الأساس العلمي، ودائما يفسر الظواهر إلى قضايا أسطورية، قضايا ما لها أساس. فأيضا على الأستاذ الجامعي أن يحارب هذا التفكير الخرافي، ويحارب الأشخاص اللي يدعون إلى ترويجه بالمجتمع. يعني للأسف احنا الآن نشهد أنه مثلا اكو بعض المقاطع اللي يتم تداولها، واللي مثلا تركز على أنه أنا اكتشفت العلاج مال الكورونا، وتجد العلاج هو عبارة عن خرزة أو عبارة عن طلاسم أو عبارة عن عوذ معينة كذا، قد يكون ما لها أساس علمي. هذا يدخل ضمن التفكير الخرافي. وللأسف في ظل هذه الأزمة أكو بعض الأشخاص يعني فتحوا الدكاكين، ذولي جماعة الفتاح فال وغيرهم وكذا، صارت عندهم دكاكين. أكو بعض الناس للأسف اللي وعيهم بسيط متدني ممكن أن يلجؤون إلى هؤلاء. فعلينا إحنا كأساتذة الجامعة أن نوعي ونثقف المجتمع وخصوصا طلابنا بأنه الابتعاد عن هؤلاء الأشخاص اللي يدعون إلى ترويج هذا النوع من أنواع التفكير الخرافي. والمشكلة أساسها هو بيولوجي، أساسها من الممكن أن نصدى له عن طريق العلم وليس عن طريق ترويج هذا التفكير المنحرف اللي هو التفكير الخرافي. أيضا على الأستاذ الجامعي أن يرشد الطلبة إلى تلاوة القرآن الكريم، تلاوة الأدعية الشريفة، الأدعية اللي واردة بأسناد معتبرة. حقيقة أحب أشير يعني في هذا المجال إلى أنه أكو عندنا دراسات نفسية ليس فقط على مستوى العراق بل حتى على مستوى الدول العربية، أشارت إلى أنه هناك علاقة إيجابية بين تلاوة القرآن الكريم وحتى تلاوة الأدعية وبين الصحة النفسية. يعني عادة الأشخاص اللي يقرؤون القرآن ويواظبون على قراءة الأدعية تكون الصحة النفسية مالتهم مرتفعة. فعلينا أن نرشد الطلبة إلى التوجه إلى قراءة القرآن الكريم والأدعية. والحقيقة الآن عندنا الفضائيات للعتبات المقدسة مثل فضائية كربلاء وفضائية العتبة العلوية المشرفة، أيضا كان لها دور جدا ممتاز بالحقيقة في هذا الجانب.
فعلينا أن نرشد الطلبة إلى أنه الرجوع إلى الله والتوجه إلى الله والتوسل إلى الله من الممكن أن يساهم في تحسين صحتنا النفسية، وبالتالي من الممكن أن نعبر هذه الأزمة. كذلك علينا الابتعاد عن جعل الطلبة وكأنهم يشاهدون فيلم رعب. للأسف يعني أكو عندنا بعض الصفحات إلى بعض الأساتذة أو بعض المثقفين تلقاه، يعني للأسف أنا أحب أنقد هاي الظاهرة، أنه كل شوية ونشر أنه عاجل تم اكتشاف هيجي حالات، اليوم الرقم الحالات اللي اكتشفوها بالنجف 44، وهذا يعني بأنه الوباء انتشر كلش وجائحة. وقد أحيانا يعني يجعل المجتمع ويجعل حتى طلبته اللي يتابعونه كأنهم يشاهدون فيلم رعب، وهذا حقيقة مو صحيح. احنا علينا أن ما نرعب الناس، علينا أن نطمنهم، علينا أن نبث عندهم الأمل والتفاؤل وقوة التحمل لهذه الأزمة، وإن شاء الله تعدي على خير. الآن راح أختم محاضرتي بنقطة، إنه وهي نقطة مهمة جدا، على الأستاذ الجامعي أن يتجاوز دوره فقط الدور التثقيف والتوعية للطلبة والمجتمع. هذا دور، هذا أكيد هو راح يمارسه، بل في نفس الوقت على الأستاذ الجامعي أن يكون قدوة في السلوك والأفعال. يعني هو ضمن رقعته الجغرافية، ضمن محيطه، يعني منطقته وجوارينه والحي السكني مالته، عليه أن يمارس دوره كقدوة بالسلوك والأفعال. يعني هو مو يدعو إلى من خلال صفحته مثلا إلى الالتزام بمنع التجول، تلقاه كل شوية مثلا طالع بسيارته أو يتجول، هذا بالحقيقة راح يكون مناقض إلى أقواله. فبالتالي عليه أن يكون قدوة بالسلوك والأفعال. في ختام هذه المحاضرة وفي ختام هذا الجزء اللي مخصص علي، أتمنى لكم أساتذتنا الكرام الذين تابعونا في هذه الندوة، أتمنى لكم السلامة والصحة والعافية، وأن يحفظ الله العراق، وأن يجنبكم كل مكروه أنتم وعوائلكم ومتعلقيكم، وأن يحفظ طلبتنا جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن دكتور، شكرا جزيلا لهذه المحاضرة القيمة. الآن إن شاء الله لعشر دقائق نفتح الباب للأسئلة، إن كان لديكم أي سؤال إخوان. أنا راح أفتح الكاميرا بعد إذا هيك شيء ما زال. أنت حر دكتور، أنت حر. فالآن الآن نسمع إذا تحبون أسئلة. طبعا أنا ثبتت سؤال الدكتورة هيفاء عدي، طلبت الدكتور عن أنه تقول الواقع أنه الآن بالوقت الدكتورة هيفاء علي، نعم يعني نعم. مضمون السؤال تقول أنه إحنا الآن طلاب